الآن بدأنا بزراعة مورينجا الشوح، وهذه مورينجا الشوح، وهذه شجرة الأبخ الأحمر نطالعه، وهذه المورينجا الأوليفيرا ما شاء الله اش كبرها، وهذه شجرة التبلدي واللوز الأحمر مخلوط، هذا اللوز الأحمر وهذه التبلدي وهذه البابايه، هاي تم زراعة البابايه وطلعت بنجاح. أما الكالبتوز الليموني فهذا الكالبتوز الليموني، كالبتوز ليموني، هذا نقل حديث، وهذا هم نقل حديث، كالبتوز ليموني. وهذه الداية، داية الكالبتوز الليموني، وهذه أشجار، هذا جهنمي أصفر، هذا الجهنمي الأصفر، وهاي الأكاسية، شجرة الأكاسية، طور بشجرة الأكاسية، هذه هذا سايكس.